تقديرا وعرفانا لروح الشهيد المغدور به صالح الحيدري رئيس نادي المنصورة والأمين العام السابق للمجلس المحلي في مديرية المنصورة، احتضن ملعب العلواني بالعاصمة المؤقتة عدن ختام بطولة الشهيد الحيدري التي نظمها اتحاد كرة القدم بعدن بلقاء جمع الوحدة والمنصورة. مباراة نهائية بطولة الشهيد أحمد صالح الحيدري الذي تجمع نادي المنصورة ونادي الوحدة. هذه البطولة قيمة للشهيد الذي كان رئيس النادي المنصورة وأمين عام للمجلس المحلي في مدينة المنصورة. نتمنى أن تكون مباراة مسك ختام البطولة، تحمل اسم شخص عزيز علينا وكان له دور كبير في نادي المنصورة. انطلق اللقاء الكروي الذي جمع فريقي نادي المنصورة ووحدة عدن حاملا لقب البطولة الأول للشهيد الحيدري وسط حضور جماهيري اكتظت به مدرجات الملعب، ليحسمها فريق الوحدة بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 ليتوج فيها للمرة الثانية في أجواء رياضية وحماسية أعادت للكرة العدنية مجدها. عدن التي هي دائما سباقة في الأحداث تعيد المشهد وتقدم بطولة وتدعي كل أطياف العمل الرياضي حتى تكتمل الصورة من خلال تكريم مشوار الشهيد الذي كان جزء أيضا من الرياضة وتكريم كافة الأطراف التي ساهمت في النجاح. البطولة هي لسان حال جديد نحاكي فيها أيضا قدراتنا وشخصية الرياضة العدنية وهوية كل الرياضيين في هذه المحافظة التي كانت ولا زالت رائدة على مستوى الوطن. مراسم الختام التي تم فيها تكريم أسرته وإعلاميين ولاعبين أسهموا في نجاح البطولة مثلت الوفاة لشخصية وطنية رحلت جسدا لتبقى سيرته خالدة وشاهدة على نشاطه الرياضي. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.